السلام عليكم ورحمة الله. ترحب بكم معايا في الفيديو الجديد وتحية كبيرة مني لكم. الفيديو اللي في صراحة فيه واحد الفرحة كبيرة للأخت سعاد اللي أخيرا خدت واحد القرار اللي هو صائب غادي يهنيها تقريبا من المهم ماشي ما غنقولوش من جميع المشاكل ولكن 50% ديال المشاكل. فالأخت سعاد أخيرا قررت أنها ترحل ومشت قلبت على دار وفي الأخير من يعني من بعد يعني بحث طويل لقات واحد الدويرة اللي غادي تسكن فيها وهي فرحانة بزاف يعني. فالأخت سعاد تيبان من الملامح ديالها أنها فرحانة بزاف. المهم الدراري بغاو يبقاو مع الأب ديالهم، صافي خليه شوية يتحمل المسؤولية وعيشي حياتك. دابا يكبروا ويعرفوا مصلحتهم فين كاينة ويجيو عندك إن شاء الله. واللي صغار اكيد غادي يحتاجوا ماماهم ولا هو غادي يعيا منهم وغادي يرجعهم لك، هذه كوني اكيده منها. فاحسن قرار اتخذتيه هو انك تبعدي من داك الحي وباش ما تبقايش تلاقاي معاهم يعني كل وقت صباح وعشيه وبالليل. ضروري خصك يعني تبعدي شويه منهم. فهذا قرار صائب وبرافو عليك، برافو يعني كنحييك يعني على هذا القرار اللي اتخذتي. المهم كما كان الحال هي المشاكل ما غاديش تسالى، ما غاديش نقول غادي تسالى بواحد الصفه نهائيه، ولكن المهم تقريبا نص منها غادي ترتاحي منه بحكم ان هذاك الحي ما غاديش تبقاي فيه. يعني غادي تبعدي، وحتى اللي بغى يبقى معك راه غادي يبقى معك. حتى داك المشكل ديال الدراري بانهم تيديروا واحد جوج حتى تيصدقوا عند باهم كيمشيو كما قال جداهم يعني عريانين او حفيانين، القرب هو اللي كيخليهم يمشيو بحال هكاك يعني الباب حدا الباب. تقدري انت ما تشوفيهمش كاع يحلوا الباب ويمشيو يصدقوا عند باهم. المهم الا باعتي ما تبقاش عندهم هذه الفرصه هذه. غادي يبغي الا بغاو يشوفوا غادي يكون عندك انت علم بهذا الشيء هذا. فبصراحه الاخت سعاد ضربات تماره ما يكفي وهزات الهم ما يكفي. فصافي جا الوقت باش انها حتى هي تشوف راسها وتبعد من المشاكل وتهلا في راسها وتعيش حتى هي حياتها، واللي بغى يبقى معها يبقى واللي ما بغاش الله يسهل عليه. دابا ان شاء الله كما قلت يكبروا ويعرفوا مصلحتهم فين كاينه ويعرفوا اللي تيبغيهم من اللي ما تيبغيهمش، ويعرفوا شكون اللي باغيهم على الطمع وشكون اللي باغيهم هكا كما هما حب طبيعي. كنتمناو ليها الخير وكنتمناو ان هاد العتبه تدخل عليها بكل ما هو اجمل ان شاء الله، بالصحه والعافيه والسلامه والفرحه ان شاء الله. وكنتمناو حتى الاخت ديالها سميره ربي يسر ليها ويفكك ليها المشاكل ديالها ويجمع شملها على قبل وليداتها، وهي يعني كتبغي راجلها بزاف. فالاخت سعاد واخا الدار اللي ساكنه فيها هي دارها في صراحه ما كاريه ما والو، يعني شراتها بعرض كتافها بعرض كتافها كما تنقولوا وضربت عليها تمارة، ولكن الظروف والوضعية اللي هي فيها هي اللي خلاتها انها تقلب تكري دار اخرى وتبدل العتابي. فالانسان هو مسير ماشي مخير، ومن الاحسن انها تكري راحتها باش تهنى من المشاكل وتبدل العتابي حتى هو فيه راحة البال. فالله يسر عليها والله يوفقها، ويعني ما فيها باس الى خلات هذيك الدار واخا هي يعني هاد الدار هادي غادي يعني ماديا ربما غادي تزير لحقاش الاخرى شاريها ما كتخلص لك راه لا والو، ولكن راحة البال هي الاهم وهي كل شيء.
انتم كاملين كتشوفوا بان المشاكل اللي فيها، وخصوصا في هذا الوقت هذا الوضع تأزم بزاف، والزوج ديالها كل نهار كيخرج بفيديو جديد، يعني كل نهار كيجبد ليها مشكل جديد وفتنة جديدة، وهي ما كتبغيش في القناة ديالها انها تهضر على هذه المشاكل، ويعني باغين يمرضوها بلا مرض، كيقولوا بانها مريضة نفسانية، بالرغم بانها كما كتشوفوا الرزانة اللي فيها والعقل اللي عندها ما عند حتى شي واحد، فهي امرأة ونص وقادة ومقدودة وتبارك الله عليها، وكنحييها بزاف وبرافو عليها، هي مثال لأي امرأة مغربية صراحة. ايوا شتي دابا لك سؤال علاش قادة؟ ايوا هي دابا ولات امرأة قوية، وبينات لك وبرهنات لك بأنك سعاد اللي كنتي لعب عليها 10 ولعب ليها على نقطة الضعف ديالها، راه ما غاديش تبقى سعاد اللي كنتي كتعرف، دابا غادي تبدل ان شاء الله وغادي تولي قوى من اللي كانت، وغادي تواجهك ومن القدام ما كاين غير الصدمات والقنابل ان شاء الله، وجد راسك وجد وديناتك وجد قلبك للصدمات اللي غادي تلقاهم ان شاء الله. فانا ضد اللي تيحقر على المرأة واللي تيظلم المرأة، والله العظيم فهاد المرأة مسكينة ظلمات بزاف وقاسات بزاف، وفي الاخر ما لقات خير، ومن اقرب الناس ليها واعز الناس ليها شكون اللي كيحرضهم، شكون اللي سبابها، هو الزوج ديالها اللي شاركه معاه الدم وكل شيء، في الاخر خدمات عليه وما خلات ما دارت، في الاخر خرجت يطعنها، وهادشي كامل بسبب الفلوس، باغي هادشي كامل غرضه الدراهم. فهذيك العائله الله يستر، عائله طماعه والغرض ديالهم هو المصلحه ديالهم، شوفوا غير القنوات ديالهم كيفاش كيبغيو يطلعوهم غير بالمشاكل، وكيفاش ان اي خبر يعني سواء كان مشكل او هذا كيبغيو يديروه في القنوات ديالهم، وكينشروه في القنوات بثلاثه باش انه ما كتكفيهمش قناه واحده باش انهم يطلعوا المشاهدات. فشوفوا تبارك الله، المهم هو حر في قناته، ولكن بغيت نعرف واش فايت ليه احتفل بعيد الميلاد من كان مع سعاد، ولا اول مره مصغيرك يا سيدي مصغيرك، و42 عام وكتحتفل بعيد الميلاد، حنا بعدا المهم عمرنا احتفلنا بعيد الميلاد، نقولوا هاد الجيل اللي طالع دابا المهم كيحتفلوا بعيد الميلاد كنفرحوا بيهم، ولكن باش المهم انت حر في قناتك دير اللي بغيتي، انا ما نعقبش على هذا الامر هذا، ولكن انا متاكده 100% بانك هذاك الفيديو درتيه غير باش تفقص سعاد، ضد في سعاد، هذه خدها مني بانك درتيه غير باش تفقصها. فانتظر كما قلت لك من القدام غير القنابل والمفاجآت، وبرافو عليك اختي سعاد، هكاك نبغيك، وزيدي زيدي فقس عليا العديان، وبسلام عليكم اخوتي، وتبارك الله عليكم.